سيدنا منذ اندلاع الحرب تقريبا من حوالي 15 شهر، وشفنا طبعا أزمة موجودة في السودان ما بين الجيش النظامي السوداني وبين قوات الدعم السريع. عايزين نعرف الوضع الآن في السودان. هو طبعا احنا لا ننكر كانت الحرب لها عنصر المفاجأة بالنسبة لنا، وإن كانت هي لها تبعاتها السابقة فترة كبيرة، لكن ما كناش متوقعين إطلاقا إن هتوصل بالحجم اللي وصلت ليه والدمار اللي وصلت ليه والخراب اللي وصلت ليه. وحقيقة المعركة لم تفرق بين مسيحي أو مسلم أو بين إنسان وآخر أو قبيلة أو أخرى، كانت المعركة من هو أمامها فهو يعاقب بفكر العقاب بتاعهم وتعبهم. ولكن نشكر الله يعني البلاد حاليا لعلها يعني أكثر استقرارا بنعمة ربنا يعني. يمكن الأمور في الأول يا سيدنا كانت صعبة، شفنا طبعا الحرب زمن يفتك قلت ما فرقتش ما بين حد، وشفنا طبعا حجم الدمار اللي موجود وريحة الدم اللي موجودة في كل مكان.